هاي، احكي لنا ايه اكتر حاجة لفتت نظرك وانتي بتقري السكريبت بتاع 19 ب؟ انه مليان حيوانات وكلاب وقطط من احلى الشارع حاجة طبعا. طبعا. مش ده اللي انتي استنيت تسمعيه بس. انا ده برضو احساسي والله. طيب حضرتي ازاي للدور؟ انا اول ما اتعرض عليا الدور بصراحه انبسطت جدا، ان انا نفسي كان من زمان اشتغل مع استاذ احمد عبد الله، وحاولنا كتير وما كانتش بتظبط مواعيد، ف انبسطت قوي قوي ان في تجربه هنشتغل فيها مع بعض. البروفات كانت بروفات ترابيزه، كل ابطال الفيلم بيتكلموا وبيقروا بتفتحي دماغك على افكار جديده وبتتكلمي في الفيلم ككل كعموم وطبعا كدورك. فحبيت قوي الطريقه دي في الشغل، استمتعت بيها جدا وحسيت انها فادتني في ادائي جدا بصراحه. طيب ايه التشالنجز اللي قابلتك وانت بتصوري، او مشاهد صعبه حاجات اضطريتي تعديها؟ هو الموضوع ككل لانه دايما يعني ناس كتير عارفه انه من اصعب الحاجات ومن اكتر حاجات التشالنجنج انك انت تبقي بتصوري فيلم كله في لوكيشن واحد، وكمان يبقى بحيوانات، ومش حيوانات مدربه، هي حيوانات في الشارع حوالينا، هي حيوانات القطط والكلاب اللي حوالينا في المنطقه. فده كان في حد ذاته صعب وفي نفس الوقت تشالنجنج جدا، ونفسي قوي اعمل حاجه كده. فما فيش مشهد معين او ما فيش حاجه معينه، هو الموضوع كله يعني. طب ايه الحاجات الكومن بين شخصيتك في الحقيقه وشخصيتك في الفيلم؟ في الشخصيه ممكن ان هي دايما بتحب تطور من نفسها، ودايما حابه انها تعمل ابجريد لحياتها، وان هي بتحب اهلها جدا، بتحب باباها ودايما تسال عليه. يعني تقريبا هي دي الحاجات. اوكي طيب قولي لنا التجربه كانت عامله ازاي مع سيد رجب واحمد خالد صالح؟ والله كانت ممتعه حقيقي طبعا. يعني انبسطنا جدا جدا، وانا حسيت انه لما بتبقي دايما بتشتغلي مع ممثلين ممثلين انت بتحبيهم بتحبي تتفرجي عليهم، ده بيبقى حلو قوي، كمان لما بيبقى ليكي فرصه كمان انك تشتغلي معاهم، فانا كنت محظوظه ان انا اشتغلت معاهم. اوكي طيب ايه حاجه حسيتي ان الفيلم ادهالك احساس، حاجه زودهالك؟ مش فاهم. يعني ايه احساس؟ ما بقدرش ساعات كتير افصل احساسي انا كممثله اشتغلت في الفيلم بان انا الناس شايفه الفيلم ازاي، ببقى دايما انا عندي مش يعني ما ببقاش عارفه، لان دايما ببقى شايفه انه الفيلم حلو قوي واحنا اشتغلنا وانبسطنا واشتغلنا جدا، فما ببقاش عارفه اخد الاحساس قوي بتاع الناس، بحس طب انا طلعت بايه، لا ما انا مش انا عشان كنت في البروجكت او عشان كنت بشتغل فيه، فدايما بيبقى عندي وجهه نظر بتاعتي انا كحد اشتغل في الفيلم. مش عارفه ابقى باخد طلعت ايه من الفيلم، لا ما انا عندي تجربه ان انا اشتغلت فيه، فممكن ابقى طلعت من التجربه دي كلها ببساطه حقيقي، لانه شغل مع احمد عبد الله مختلف وجميل. يعني من ضمن الحاجات اللي كنت بحبها جدا ان احنا كنا الصبح لما الاوردر بيبتدي كل الناس لازم تبقى متجمعه في اللوكيشن، تعرف اليوم هيمشي ازاي، المشاهد هتبقى عامله ازاي، الديكوباج بتاع كل مشهد، وكل الممثلين حتى لو انت مش في المشاهد، المشهد مثلا بتاعك رقم 3 في اليوم، بس برضه بتبقي عارفه سيكونس اليوم هيمشي ازاي، المشاهد دي هتتعمل ازاي. يعني ده حلو قوي انك بتتعلمي جدا، مش بس ازاي شغلك او المشهد ده هتمثليه، لا انت تعرفي حاجات كتير قوي في الديكار وفي في السات، انت ما بتبقيش مثلا الحاجات دي ممكن تبقي المخرج بيتكلم معاكي فيها. اوكي فده كان حلو قوي في التصوير بصراحه. اوكي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو.